لاعب أرسنال يدخل التاريخ ولا يدخل غرفة الملابس، وطرد لاعب وسط دموع والدته، وحماية أمنية على بوغبا. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. أصبح لاعب أرسنال إيثان أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 15 عاماً و181 يوماً، كما أصبح أول لاعب من مواليد العام 2007 يخوض مباراة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وظهر إيثان في مباراة أرسنال وبرنتفورد خلال الوقت الإضافي، حيث شارك بديلاً للبرتغالي فابيو فييرا. وفي الوقت الذي دخل إيثان التاريخ، منع من دخول غرفة تبديل ملابس أرسنال، إذ لم يتمكن من تغيير ملابسه هناك على غرار زملائه قبل أو بعد المباراة بسبب قوانين حماية الطفل في إنجلترا، إذ يعد في نظر القانون الإنجليزي قاصراً، لذلك لا يسمح له بتغيير ملابسه مع مجموعة من الرجال. عاش اللاعب الياباني ناكاجيما أسوأ لحظة في حياته خلال أول مشاركة له مع نادي أنطاليا سبور التركي. اللاعب دخل إلى أرضية الملعب وسط تشجيع عائلته التي تحضر لأول مرة لمشاهدة الظهور الأول لابنها، ما هي إلا 20 ثانية حتى تحولت لحظات الفخر والفرح إلى دراما بعد طرد ناكاجيما وسط دموع والدته. يخضع بول بوغبا ووالدته للحماية الأمنية في مكان إقامة كل منهما في إيطاليا وفرنسا، وذلك بسبب قضية الابتزاز التي أدت لاتهام شقيق بول ماتياس واحتجازه في السجن.